هذا سائل أحسن الله إليك يقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف، وما حكم بيعها وشرائها والصلاة فيها؟ نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة للأخوات في لبس العبايات المزركشة والمطرزة وعباية الكم. عباءة المرأة ستر لها، عباءة المرأة ستر لها، لا بد أن تكون ضافية ساترة لجسمها بكل جسمها، وأن تطرحها على رأسها عند الخروج، ما تطرحها على كتفيها، تطرحها على رأسها، أستر لها، ولئلا تتشبه بالرجال في طرح العباءات على الأكتاف، هذا من للرجال، من عادة الرجال. فالمرأة تطرح عباءتها على رأسها أولا، لأن هذا أستر لها، فرأسها بحاجة إلى ستر. ثانيا، أن هذا فيه تجنب لمشابهة الرجال. وأما أن تكون العباءة مطرزة هذا لا يجوز، لأن هذا من الزينة، والمرأة منهية عن لباس الزينة عند الخروج، لأن لباس الزينة عند الخروج أو التطيب هذا من التبرج المنهي عنه. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فتلبس عباءة سادة ليس فيها نقوش وليس فيها تطريز، وتكون هذه العباءة أيضا سميكة، ما تكون مجرد حيلة، لأن بعض العباءات مجرد حيلة، لون العباءة لكن ما فيه عباءة، تلتصق بجسمها ولا تسترها، هذه ما هي بعباءة، هذه حيلة أو هي فتنة. فلا بد من أن تكون العباءة لها مواصفات شرعية، ساترة ضافية واسعة ليس فيها زينة، وأن تلبسها على عادة النساء عند الخروج لا على عادة الرجال.